مرحبا سيدي. اهلا وسهلا معي كيفك؟ الحمد لله. شو السينما امتى سكرت؟ والله السينما سكرت من 12 سنه. وعمر 12 سنه بس كان لها ايام عز. كان ايام عز وصاحبها اسمه عز الدين البصري. برافو عليك برافو عليك. لها عز. هيدي كانت احسن سينما بلبنان بشو سيدا بس. مظبوط العالم عليها هيك كبير. صح صح معك حق. حتى بتذكر لما نبقى عم نحضر فيلم ننطر للاخر لنذهب حتى ما يعني نعلق بالعشقه. صح قد ما في عالم. او اذا كنا حتى جايين والناس طالعه نوقف فتره حتى الناس تطلع كلها من السينما. صح كان فتره عز للهيلتون وغيرها حتى من سينما سيدا. كان في سينما بالاول اول سينما بسيطة سينما امبير. امبير بتذكرها انا وصغيري. بس على سيره امبير انا معي صور لابو محمود السقا. كان بفتكر هو اول واحد بدور السينمات كان بصيحة. هذا ابو محمود. هذا ابو محمود. هذا هو ابو محمود السقا لما كان بعز دينه. في العصر الذهبي للسينما بصيحة. هذا البكرة اللي كان يضرمها مرتين يعني ست سبع مرات يلقى مشان يجن السينما. الاول ما في تلفزيونات وما في شيء غير السينما. مزبوط. كنا اولاد مثلا نحضر عنده الكوبوي او طرزان او طرزان او الرجل الطائر. ايوه يخلي مثلا البطل راكب على الفرس ليحي الحرامي ليحو 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 ويقطع لنا الفيلم. لا المقطع يقطع لنا المقطع. أيوة. نسب ونهين كل العالم. يعني كان يقاهر برواد السينما. هلا انت بتشوف انه كانت الكابيت الامبير هي اهم سينما. هي سينما الحمراء وكانت الروكسي اياما. بعدين طلعوا لبرا صار في الكابيتول والريفولي. بعدين روبولي. بعدين صار في الهيلتون. بعدين شهرزاد. بعدين اشبيل. بعدين جرانادا. جرانادا. اشبيليا. وقصر الاليزي. وكلهم للحقيقة كلهم عم يضربوا سكروا سينما ورا سينما. بعدين عزي. اللي أثر علي هو الاجتياح الإسرائيلي. الاجتياح الإسرائيلي صح. كان هاي السينما مثلا إلى بيبان هي قانونيا بدها تكون إلى بيبان قانونيا. قانونيا أجل الاجتياح الإسرائيلي ما عادش في حدا وكانت إسرائيل تضرب هاني بهالشارع. مزبوط مزبوط. أي مزبوط. إيه عملوه محل يعني سكروه وعملوه محل ودلت باب واحد. طيب شكرا كثير سيد ابو محمود. اهلا وسهلا فيك. نحن نحن اي معلومات حلوه اللي اعطيتها هي عن السينما بصيدا. اليوم من الصبح قمت قعدت اتفرج على الصور القديمة. عملت برمي على كل سينمات صيدا لحتى وصلت على الأمبير. إلا ذكريات. كان بيتنا هنيك كتير الطابق ونسمع الأغاني من السينما. وأنا نفس الشيء. كانت خالتي بقفة السينما. وكان في طاقة من الدرج عندهم نقعد. أيوة نقعد ورا الطاقة لنحضر الفيلم كله. مرة لما تجمعنا عم نسمع الفيلم وعلى كترتنا أنا وولاد خالتي وهيك دفشوني ونزلت. هي تبقى هيك الطاقة يعني. أنا زحليطة نزول على السينما وضليت نازل نزول
ووقفت هيك وضليت هربانه حتى ما حدا يشوفني ورجعت طلعت. كانت غالية الفوتة على السينما؟ 5 قروش 15 قروش كل مرة تطلع مرة صارت بربا بنص ليرة. كانت الناس تقدر تروح على السينما؟ يبيعوا زيت الدولة يروحوا. والله حلو عالي يعني عالم مثقف بتعرف ترفع عن نفسها. إزازة الضوء يبيعوها ليروحوا يحضروا السينما. ليروح يقولوا له الرجال انكسرت. انكسرت. مأويهم هالستات. مرة كانت الماما عم بتساوي رز بحليب يمكن أو شيء وعطتني مصاري انزل على السوق جيب موارد. ايه حاسه ماما. أنا وراجع بلقيت الحارس واقف على باب السينما زعطته وفتت كملت الفيلم ببلاش. جيت لهون لقيت الرز بحليب خالص أكلتها قتلي. والموارد معي. والموارد معي. الله هذيك الايام ذكريات حلوه كانت بالسينما. كيف تروح وتاخذ معك صينيه الرز بحليب والكعك بالبيجامه سمير؟ نقرب نفوت على السينما لندخل سيجاره والعطل. حلوه هيدي. ما حدا بشوفنا. ما حدا عارف مين عم بدخن. يلا مره كان في فيلم حلو كاوبوي قمنا نحن اولاد الجيران جمعنا مصاري واعطيناهم لفايز يروح يقطع لنا. تمام. هو ورجع ضربته سياره أخذوه على المستشفى. قمت أنا ركضت على المستشفى هو غايب عن الوعي أخذت الكروتي من جيبته ورجعنا حضرنا الفيلم واحد. وكرته شو عملته بكرته؟ بعني. كان فيلم كتير حلو وبدل الناس الكروتي بعني. رز الله والله عن جد قصة السينما وذكرياتها شي بياخد العالم. ناخد فلافل ناخد رز بحليب طبعا. بس كانت أفلام حلوة بأوائل الستينات مذكور فتحت سينما الحمراء جوا بالبلد. أه. بالبلد القديمة وكانت قريبة من المقاصد. أه. كان دوامنا من 8 ل 12 معنا فرصة ساعتين ومن 2 ل 4
السينما كانت تبلش 2:30، كنا نحضر نص ساعه من الدرس، نطلب اذن من الاستاذ نقول له فايد نروح على الحمام على السينما، ساحبين على السينما نحضر نرجع الساعه 4 ناخذ الكتب تبعونا ونرجع على البيت. حتى لما صرنا كبار ونبقى نروح على السينما بالجمعة أو السبت أو الأحد، تبقى الصالة البرانية ملتقى للناس، عم يسلموا على بعض ويشوفوا بعض، والكل مبسوط إنه جاي يحضر نفس الفيلم. كانت أيام حلوة. يعني كيف كانت البروغرام، كيف يكون بالأول يحطوا مناظر عن الأفلام اللي بدها تيجي الشهر الجاي أو الأسبوع الجاي، ويعملوا استراحة حوالي ربع ساعة، تلتجت مع الناس بالصالون برا، وكان الواحد يعني يقدر ياخد مرته وولدين، يعني نص ليرة مثلاً على الواحد كان يقدر يجمع ليرتين وياخد الأربع أشخاص. اليوم إذا بده ياخد أربع أشخاص بده 60,000 ليرة، مش رح يقدر ياخدهم كلهم سوا. 60,000 ليرة على الناشر. ايه طبعاً. كانت ذكريات زي ديك الأيام أحلى من الأيام هذي. صح، ذكريات حلوة كتير. رزق الله على السينما ديك الأيام. رزق الله. انا ما يمكنش اسيب الانبوبه المليانه اللي مخطوفه، مين هيركب دي؟ كتير.